هاي نحن نفس المنطقة هاي اسمها الهاي فولت اللي موجودة على الهاي واي 117 مع 109 مع 11. قبل ما نوصل إلى هانسفيل تقريبا حوالي 15 ل 20 كيلو متر، الإكزيت هذا بتلفوا على اليسار وفوق الجسر رأسا مباشرة على إيدك اليمين المدخل تبعه. المنطقة هاي اللي أخذنا منها هالفيديوهات والصور اسمها هاي فولتز بارك، في مثل ما شفنا في مدخل للفولت للبارك وفي زني الفاسيليتي. ليك هاي كلياته هذا الزبد اللي نازل واقف بهالمنطقة، منطقة صخور صخرية وأشجار صنوبر تلياني، وهاي هيك هذا عم يمشي هيك. هذا هيك اللي بينزل، مفرجيكم الجهة الثانية الشلال، بقيت يعني انحداره لتحت.